قهوه بلاتفورم بنجمع فيه كل الكونستراكشن ماركت ستيك هولدرز مهندسين مقاولين موردين ملاك. بنستغل الجمع ده في ان احنا نعمل نظامين. النظام الاول هو الاونلاين بيدنج سيستم. انت عندك شقه عايز تطلبها مش عارف توصل للمهندس المقاول الكفء عن طريق تطبيق بتخش تكتب الريكوايرد سبيسيفيكيشنز وتستيت يور بادجت اكوردنجلي. بيستارت المهندسين المقاولين ان هم يعملوا بيدنج. حد يقول لك عامل لك 100000 في الشهر، حد يقول لك 90000 في الشهر ونص. كل اللي عليك انك تختار افضل عرض بالنسبه لك. طبعا كل واحد من الناس اللي قدمه ده بيبقى ليه ريت معين عشان نضمن الكواليتي. بعد ما بنوصلك للمهندس ومقاول الكف بنوصلك لكل السبلايرز اللي انت عايزها. فبنقول لك مين كل السبلايرز اللي موجودين، مين اقرب سبلاير موجود ليك توصله ازاي عن طريق جي بي اس، مين من السبلايرز عامل عرض خاص على المواد اللي انت عايز تشتريها زي مثلا لو كانت دهانات او كانت سيراميك او كانت الحاجات دي.